ستيك القرنبيط، دي وصفة لذيذة قوي. ولو حبايبي الصايمين فالزبدة هتكون نباتي، والزبادي هنستبدله بشوية من المية، يعني شوية مية عشان تمسك معانا المكونات وتمسك معانا البقصبات من فوقيه، ولكن عادي مية مفيش مشكلة. قرنبيط طازة متقطع، بصوا شرايح عاملة ازاي، زي الستيك كده شوية اهو، قدر المستطاع يعني اهو، تمام. بعد كده هناخد زبادي وبقسماط، ده بقسماط البانكو عملناه قبل كده مع بعض كذا مرة في الحلقات، خميرة ومرمرية وزعتر، بودرة مستردة وبودرة ثوم او بودرة خردل وملح وفلفل وبابريكا ونشا. طيب بودرة الخردل ممكن تستبدلوها بمستردة، معلقة مستردة. الزبادي لو انتوا صايمين هتشيلوه من الوصفة وتحطوا بداله شوية مية. البقسماط زي ما احنا، والزبدة هتبقى نباتي او زيت لو احنا صايمين. طيب الخميرة دي خميرة غذائية، مش خميرة بيرة، مش خميرة فورية، مش خميرة، ها في فرق ما بين الخميرة الغذائية والخميرة اللي هي بنخمر بيها الفورية او كده، اللي هي بتاعت المعجنات. الخميرة بتاعت المعجنات خميرة حية، بنحط لها مية دافية وسكر عشان تتغذى وتكبر وتكبر وتترعرع. الخميرة الغذائية خميرة ميتة. انا مسخنة الطاسة كويس قوي، ممكن اعملها في الفرن على فكرة. طيب هاخد هنا ملح، فلفل اسود، مرمرية، شوية بودرة مستردة، شوية بابريكا، لا شوية بابريكا حلوين يعني كلهم كده، وشوية توم. توم بيبقى حلو قوي مع القرنبيط. اوكي شوية نشا، هاخد شوية زبدة بقى على النار عشان يبتدوا يسيحوا، لان عايزاهم يغيروا لونهم، عايزاهم لونهم يبدأ ياخد اللون البني شوية، وهحط معاهم شوية زيت عشان يدوني لون البني بس ما يتحرقوش يعني. هنزل هنا كده في الزبادي ده او المية عشان الناس اللي هتتوتر، وبعدين هنزل هنا في النشا المنكة، هطلع على الزبادي تاني. لو حسيتوا انكم مش هتعرفوا تظبطوا تسويتها مفيش مشكلة خالص، ممكن تسلقوها نص سلقة وتجيبوها على هنا تدوها التحميشة التحميرة الخارجية، الكراست الخارجي الخطير ده اهو، جميلة جميلة جميلة.